طوجي، ليلة أمل عنوان لافت في ظل الأوضاع الصعبة بلبنان، هل هي فعلا ليلة أمل؟ أكيد هي ليلة أمل، بمجرد أنه ما اليوم عم نغني بوسط بيروت بالفورم دو بيروت من بعد كل شيء قطع في لبنان وبعده عم يقطع فيه، هيدي لحالة رسالة استمرارية لإلنا كلبنانية وكفنانين كمان. أمل أكيد، لأنه نحن الفنانين نحن هدفنا نكون وشغلتنا هي أنه نكون ضوء بحياة الناس، وهالأمل يلي هن بينبشوا عليه. هذا تعاون آخر مع أسامة الرحباني، بالشكل وبالمضمون شو اللي بيميزه عن باقي الأعمال؟ كل عمل منقدمه أنا وأسامة منجرب أنه نقدم فيه شيء جديد للناس وعلى مستوى كتير عالي، إن كان بالشكل أو بالمضمون. اليوم هو هذا الحفل بحد ذاته هي أول مرة بينعمل حفل بهالضخامة مجاناً للناس، يعني هي لحالة مبادرة جديدة طرحها علي أسامة وأنا دغري قلت له أكيد، كتير حبيت الفكرة وكتير حسيت أنه إحنا اليوم بحاجة لإلها، ومن بعدها كمان جمعنا فريق حوالينا دعم هالمشروع وآمن فيه حتى كلنا سوا إيد واحد نقدم عمل كتير ضخم للناس. هل بتعتبري هاي تجربة بتعلم بتاريخك الفني؟ يعني بجرب قد ما فيه انه كل عمل بقدمه يكون هيك مثل تجربة او بصمة بحياتي اللي عم بقدمها. اليوم الحلو بهذا الحفل انه بيحمل وراء رسالة انسانية، وبعتقد وقت نعمل عمل انساني بيوصل على قلوب الناس دغري، وبعتقد انه بيعلم بقلبهم. يعني